ازاي اقدر اساعد الاطفال على ان هم يتخطوا مشكلة الخجل؟ يعني لو طفل عنده 4 سنين وخجول جدا، ازاي اقدر اساعده؟ الحقيقة ان الخجل ده صفة موجودة في اطفال كتير جدا. احنا بنتدخل لو ده بيأثر او بيتدخل في يومنا، يعني الطفل خجول لدرجة ان هو مش عارف يلعب مع اي حد من كتر ما هو بيتكسف، هو مش عارف يبقى يروح الحضانة مثلا ويلعب مع الأولاد، أو ممكن يروح مثلا مكان الألعاب فيلاقي نفسه مكسوف فمش عايز يقوم يلعب برغم إنه نفسه يلعب قوي. لو أنا الوضع بالشدة دي بنبتدي إن إحنا نساعد الطفل. أسهل طريقة أعلم بيها الطفل إزاي يتغلب على الخجل بتاعه إنه يشوفني إزاي أنا بتعامل مع الآخرين. يعني كتير من الأمهات نقول لها أنتي وريه زي إن أنتي بتروحي تتكلمي، فيبتدي هو مرة في التانية يتشجع انه يتكلم، ان احنا نكافئه لما يتكلم. يعني مثلا هنبتدي نقوله روح سلم على فلان، فلو سلم عليه هنسقف له او هنقوله برافو، او هنبقى متفقين معاه انه لو سلم النهاردة هنجيب له هدية. فيبتدي الطفل يبقى مركز ان دي حاجة حلوة، وانا لما عملتها وعملتها كويس خدت مكافأة. مرة في التانية ببتدي اثق ان انا هعرف اعمل ده. لكن تاني ده ممكن يبقى طبيعي ومش محتاج اي تدخل لو الطفل بيبقى قلقان مثلا شوية بسيطة او لما يقابل حد، وبعد شوية بيعرف هو يتغلب على مخاوفه ويبتدي يتكلم مع الاخرين، ده بيعتبر شيء طبيعي. لكن لو ابتدى يأثر على حياتنا او المهام المطلوبة مننا اللي هي مثلا في سن 4 سنين اللعب او ان انا اروح المدرسة او الحضانة، هنا بس بنبتدي نعلمه شوية حاجات، نبتدي نشجعه بشوية مكافآت علشان يقدر يتغلب على هذه المشاعر.